تعتقد اليوم الصدريين راح يدفعون ثمن هتافاتهم ضد إيران وضد سليماني؟ بالتأكيد هذا متوقع ومتوقع جدا، وأنا يعني أخشى ما أخشى أن تعود نغمة السيارات المفخخة إلى كربلاء والنجف وبغداد، خصوصا في المحافظات الشيعية بتوجيهات من قبل إيران، وستظهر كثير من الجهات التي ستتبنى هذه العملية هي بعيدة عن يعني اللي تفجر مو داعش دائما؟ داعش مو دائما يفجر، بس داعش دائما تتبنى. يعني فالموضوع أنا أعتقد أنه لن يمر مرور الكرام. اليوم وكالة أنباء فارس نشرت أن حتى من قام بالهتاف ضد إيران قاموا بتشخيصه، والأسطوانة الإيرانية المعلومة أنه بعثي وأنه من أزدام النظام السابق، وطبعا ما أنكروا أنه هو شيعي من الناصرية من أزدام النظام السابق، كان يعيش خارج العراق ورجع بعد خلخلة الوضع. إذن المظاهرات بالمجمل أثرت بإيران، وقد تكون هذه المظاهرات الأولى التي يقودها الشيعة العراقيين والتي تهتف ضد إيران.